كان شيء مواقف مشرفة للعلماء رجالا ونساء في العصور السابقة. ما أقول لك أن هؤلاء كان مثل العلماء كلهم، لا، كان شيء نماذج رائعة جدا لعلماء وقفوا مواقف يعني دونها السماوات، وقفوا مواقف رفيعة. هنا عندنا حكم واحد اسمه خردلة، خردلة جائر جبار، كان كل امرأة تتزوج يجب أن يرسل إليه، هو يرسل إليه هو صداقها، الصداق يعطاه إياه قبل ما تزفي لزوجها. كان هذا في القرن الخامس الهجري. فتزوجت قريبة من قريبات العلامة الكبير أحمد بن النضر رضي الله عنه، فأبى أن يرسل لخردلة شيئا، قال ما أرسل لشيئا لأي حق، هذا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا حق. فقال خردلة جيبوا لي هذا أحمد بن النضر، جيبوا. فجابوا، قال لما منعت عنا حقنا؟ قال ما حقك، هذا حقها، حق المرأة ذا بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قالت تخالفني؟ قال نعم أخالفك لما تخالف كتاب الله. قال أنا أول كنت باغي أدبك لكن الآن لا أقبل بغير روحك. قال والله لو علمت أن روحي بيدك لا أبدتك من دون الله، لو أعلم أن الأنفس في يدك أنت تهبها وتسلبها لا أبدتك من دون الله. فأمر بها الطاغية خردلة وأمر العسكر يصعدوا على برج، أنت رايح الآن اللي راح منكم سمائل بعد ما أنت سائر لقبر القبر المنسوب لمازن الغضوبة، أنت قبل ما توصل القبر على اليسار كذا في أعلى الجبل، شيء حصن في أعلى الجبل، هذاك الحصن البرج ذاك هو الذي ألقي منه خردلة، ألقي منه ابن النضر رحمه الله من أعلى ذلك البرج إلى قاع الجبل، وتوفي شهيدا رضوان الله عليه، وكان فيما يحكى تشاهد الأنوار تسطع على المكان الذي استشهد فيه. وقف أهل النبل وأهل الفضل